انا اماني الغزناوي، خريجه كليه التربيه الرياضيه، والمفروض اكون مدرسه، بس انا بقالي 10 سنين شغاله في السمك. وانا فخوره جدا ان انا معلمه سمك في سوق السمك في بورسعيد اللي دلوقتي بقى سياحي وحضاري جدا. ان شاء الله اوزع لجميع محافظات مصر مش بورسعيد والقاهره بس. على ربنا هيوصلك للهدف اللي انت عايزه، لان اللي ربنا كتبه لك هتشوفه. فخوره جدا ان انا بشتغل في السمك. الشغل مش عيب يا جماعه خالص، وانا في سوق السمك معلمه ب 100 راجل. الشغل مش عيب على فكرة، والإلحاح على ربنا هيوصلك للهدف اللي انت عايزه، لأن اللي ربنا كتبه لك هتشوفه. ومبسوطة جدا جدا بشغلانة السمك. أي نعم في أول الطريق اتبهدلت جدا واتهاجمت كتير جدا، وكانوا بيقولوا لي ازاي ست تشتغل في الأسماك، هي انت سبتي ايه للرجالة، المفروض الرجالة هي اللي تشتغل في السمك، خليك انت اشتغلي في الميك اب في اللبس. فأنا صراحة كل ده خلاني أصر ان انا اشتغل في السمك، لان انا حبيته واخدت خبرات منه كتير، وبقيت يعني اول واحده تشتغل في الاسماك على السوشيال ميديا عموما من 2003. وانا فخوره جدا ان انا معلمه سمك في سوق السمك في بورسعيد اللي دلوقتي بقى سياحي وحضاري جدا. قصه السمك بدات معايا ان مفيش حد من عيلتي بيبيع سمك خالص. انا اتخرجت من الكليه، جالي تعييني، والمفروض ان انا كنت مخطوبه وهتجوز، فجالي ما تجالي تعييني لامتن اختار التعيين لامتن اختار الجواز، وطبعا اخترت الجواز. وبما ان زوجي من القاهره فانتقلت معاه للقاهره وسبت كل حاجه. وطبعا جه في بالي ان انا قاعده على النت بدون فايده، نص يومي بيروح على الانترنت والسوشيال ميديا، قلت استغل الفرصه بما اني بورسعيديه واختار حاجه ان انا اعمل جروب على الفيسبوك وسميته سمكات والقناه للفسيخ والاسماك، وان انا ابيع فيه الفسيخ. طبعا بداتها جوزي قال لي لو جبتي 10 كيلو انا هخليكي تبيعي. طبعا انا عملت اعلانات في الجروبات اللي هي الاجتماعيه اللي في القاهره، وقعدت من الساعه 5 المغرب لحد 5 الصبح وانا بعمل اعلانات، وبقول يا رب اديني الرزق ان انا اقدر ان انا اكمل وابيع الفسيخ اللي من بورسعيد اوصله للقاهره. طبعا الحمد لله في الوقت دون، في الوقت ده كله كان ولادي صغننين جدا، وفي كام ساعه دول قدرت ان انا اكون 15 كيلو فسيخ. صحيت جوزي بسرعه وقلت له انا مبسوطه جدا ان انا جبت 15 كيلو فسيخ. جاب لي مندوب وقال لي خلاص هو ده اللي هيوزع وده صاحبه. طبعا تعبت جدا جدا جدا، وان الحاجه تتنقل من البورسعيد للقاهره كانت بتيجي عن طريق السوبر جيت، لان كانت كميه قليله قوي 15 كيلو 20 كيلو، فطبعا التكلفه مش هتتحمل المصاريف. فكنت بروح بالمترو من بيتي لحد رمسيس عشان اجيب الشنط، وكانت طبعا 25 كيلو على بنت كنت 20 سنه وقتها، كان تقيل قوي. فكنت اقول والنبي حد يجي يعني يساعدني، كنت اوقف تاكسي واقول له معلش عشان يعني ساعدني ان انا اشيل الشنطه دي. وطبعا جوزي كان في شغله، لما كان ربنا بيريد ان هو يروح يجيب الحاجه ما كانش بيتاخر عليا، بس انا اللي كنت متوليه الموضوع. وتعبت قوي يا جماعه، انا كنت غريبه في البلد في القاهره، وكنت من محافظه بورسعيد ما كنتش اعرف اي حاجه خالص. فبدات ان الموضوع بقى 20 كيلو بقى 25 بقى 30 بقى 50، وفي لحظه دي بقى اللي كانت اللحظه المميته بالنسبه لي. اللحظه المميته ان انا جه في وقت الشتاء، والفسيخ ليه طريقه في الشتاء معينه، وانا كنت بادئه براس مال 1000 جنيه، وكانوا يعني جايين كمان يعني جايين كده. فالمهم ان ال 1000 جنيه دي جبت بيهم فسيخ وعملت بيهم كلهم فسيخ. وبعد ما ملحنا الفسيخ وفي الشتاء طلع الفسيخ ناشف جدا، قعدت اعيط جدا واقول يعني انا كده حلمي بيضيع، انا كده خسرت راس المال اللي انا كونته، وكمان انا مش هيرضيني ان انا ابيع العملاء اللي انا تعبت فيهم عشان اجيبهم ان هم ياخدوا مني فسيخ ان هم يشتروا مني تاني. فلامتا هرميه، لامتا اخسر العملاء. وقعدت اعيط جدا وقلت لجوزي خلاص كده حلمي بيضيع، انا هرميه. وفعلا رميت والله العظيم 25 كيلو وقتها،
وقلت له خلاص انا هجيب فلوس تاني ازاي، يعني ان انا اقدر ان انا اعمل راس مال تاني؟ قال لي مالكيش دعوه، هو التجاره مكسب وخساره ولازم تعرفي ان ده مكسب وخساره. فطبعا ده شجعني اكتر وبقيت اتحمس اكتر، وعرفت صنعه الفسيخ في الشتاء بتتعمل ازاي غير الصيف، وكمان ان انا بال 25 كيلو في المواسم في شم النسيم في الاعياد الحمد لله ربنا كرمني جدا. بس لا، انا دخل الاسماك النيه، وطبعا وقتها اهلي اعترضوا ازاي هتدخلي اسماك، ده الاسماك هتيجي وهتبقى بايظه والحر والدنيا. قلت لهم لا انا هجرب، جبت ديب فريزر عندي في البيت وقلت انا هبتدي حتى لو بخمسة كيلو، وفعلا جبت الفريزر عندي في البيت وحطيت الاسماك بتاعتي وبدات ان انا ايه ادخل الاسماك النيه، وده كان كله في البيت الحمد لله ربنا وسع عليا. جبت مخزن في القاهره ومحل في سوق السمك في بورسعيد في جميع انواع الاسماك البحري اللي طازه الحيه، وفخوره جدا ان انا بشتغل في السمك، وانا بقف في المحل وببيع ومفيش اي مشكله عندي في القصه دي خالص، لان انا حابه الموضوع، لان ربنا كرمني وربنا بيرزقني على قد تعبي وعلى قد مجهودي اللي انا بتعبه. الشغل مش عيب يا جماعه خالص، اللي عايز يحقق هدف بيحققه. انا فخوره ان انا بشتغل في الاسماك وواقفه ب 100 راجل علشان انا بكافح ونفسي احقق حلم. طبعا انا عرفت انواع الاسماك كلها وعرفت اجيب المصادر بتاعتها وبقيت اشتريها جمله واحطها على الفرش وابيع وتنظيف وكل حاجه تخص السمك بقيت انا بعملها، والحمد لله ربنا كرمني. لما حد بيجي مثلا يشتري مني يعني ايه بيبقى يعني ايه غريب شويه ان هو ايه انت ازاي ست بتشتغلي في الاسماك. انا واجهت الموضوع دوت من اول بداياتي، من اول ما اشتغلت ان كان الموضوع لسه غريب عليهم. لا انا دلوقتي كده معلمه اماني عشان شغله السمك انا حباها جدا وربنا بيرزقني فيها، وبدات ان انا بحقق حلمي وان شاء الله اوزع لجميع محافظات مصر مش بورسعيد والقاهره بس. تفاصيل يومي ان انا عندي اتنين توأم بنت وولد، ودول صغيرين جدا عندهم 8 سنين، بفطر ولادي وبذاكر لهم وبخرج معاهم، ويعني ايه هو انا باجي على نفسي علشان المفروض ان انا كست وزوجه ان انا لازم اوفي كل واجباتي البيت والشغل لان انا عايزه اشتغل، فباجي على نفسي بس انا حابه الموضوع جدا لان بحس كده بمتعه حلوه قوي مع كل بيعه انا ببيعها. احنا عندنا هنا في السوق الجديد كله طبعا محلات اسماك، وطبعا انا بكون في وسطهم مفيش اي مشكله خالص، كلهم محترمين جدا، وانا في سوق السمك معلمه ب 100 راجل، بروح الجمله وبشيل بالجمله الساعه 6 الصبح، بنقي السمك الصاحي، السمك اللي هو هينفع ان هو يناسب العملاء بتوعي، بقف في وسط رجاله كتير عادي جدا، كلهم فخورين بيا علشان ان انا بنجح، والحمد لله بشوف التهادي دوت من عند ربنا بنجاح، والحمد لله في الزياده. نصيحه للشباب وخاصه البنات اللي اتخرجت ومش لاقيه شغل، ابدئي بشغل انت حباه ولاقيه نفسك فيه، مالكيش دعوه بان هي تكون كليه او ان هي وظيفه او لا، الشغل مش حرام ومش عيب، وطالما انت حابه حاجه هتوصلي ليها وهتحققيها بالحاح من ربنا، بتوصلي لطموحك وهتوصلي وهتعدي وهتبقي انت رقم واحد في المهنه بتاعتك اللي هتبقى بروفيشنال عن اي حد.